مرحبا بكم. أتحدث إليكم بصفة المؤسس والمدير العام لشركة ProMosaik، وأود في هذا الفيديو أن أعرض لكم بإيجاز الخدمات التي تقدمها شركتنا. أولا ProMosaik Translation، والتي هي وكالة الترجمة الرئيسية التي تغطي جميع المجالات المتخصصة في الترجمة بجميع لغات العالم، حيث إن وكالة الترجمة التي أسستها مجموعة ProMosaik تعتمد على مترجمين أكفاء ذو خبرات، وذلك لدعم عملائها في البلدان الناطقة باللغة الألمانية والإنجليزية. ثانياً ProMosaik MBC، والتي تشير إلى الطب والأحياء والكيمياء، وتركز على الترجمات في المجالات الطبية والعلمية. ثالثاً ProMosaik Workshop، والتي قد تم تأسيسها من أجل العملاء الذين يحتاجون إلى حلول غير مكلفة لكميات كبيرة من الترجمة، والذين يرسلون لنا نصوصهم المترجمة آلياً، وذلك من أجل التحرير والتدقيق اللغوي لهذه النصوص المترجمة آلياً. رابعاً MenuUno، والتي تركز على ترجمات قوائم الطعام للمطاعم والفنادق. خامساً Rauhola، والتي يتخصص من يعملون بها في اللغات الإسكندنافية. سادساً ProMosaik Interlanguage، والتي تقدم دورات لغة عبر الإنترنت للأطفال والشباب والكبار ولعملاء الشركات في مختلف المجالات المتخصصة وعلى جميع المستويات. سابعاً ProMosaik Laugh، والتي هي تأسيس مبادرة للنشر، حيث توفر النشر المجانية للكتب والأوراق البحثية. ثامناً ProMosaik الأطفال، والذي هو مشروع تضامني يهدف إلى تعزيز الحوار بين الثقافات من خلال ترجمة القصص الخيالية للأطفال. تاسعاً ProMosaik أفريقيا، والتي تركز على النضال من أجل عالم أكثر إنصافاً وعلى تعزيز حقوق الإنسان. عاشراً ProMosaik الفن، والتي تقدم الترجمات في مجال الفنون ولها قسمان. القسم الأول ProMosaik Poetry، والذي يتعامل مع الشعر من جميع أنحاء العالم. وأخيراً ProMosaik Music أو ProMosaik للموسيقى، والتي تقدم الترجمات في مجال الموسيقى. وأخيراً شركاء ProMosaik هي شبكة من الشركاء لوكالة ProMosaik، لذلك أنت مدعو بكل ترحاب شديد وحار لزيارة صفحاتنا.